اوكي، مرحبا معكم راني. نحن بالدرس او الفصل السادس من الكتاب لينيو هاسكر فور جريد جود. بهذا الدرس رح نحكي عن شيء مسميه الهاير اوردر فانكشنز. اوكي، فنعيد هاير اوردر فانكشنز. طيب شلون هاير اوردر فانكشنز؟ لما بنصير نحكي نحن، ولما يكون عندي مثلا اف اوف اكس، مثلا خلينا نحط اكس سمول، اوكي، بتساوي 3 ضرب اكس، اوكي، ونجيب جي مثلا اوف اكس، اوكي، بتساوي مثلا 6 ضرب اكس، اوكي. فال الهاير اوردر فانكشن هو عبارة عن يعني كيف بدي اقول لكم، انه جي مثلا بدي اجيب جي وادخل فيها اف اوف اكس ك ال يعني كالمدخل على الجي. اوكي، يعني نجيب فانكشن بندخله على الفانكشن، فانكشن من الدخله على الفانكشن كل مره هيك. فالهاير اوردر، الاوردر هون بمعنى الترتيب. فكل مره بتدخل فانكشن على فانكشن على فانكشن، مثل ما انا بعمل هون، يعني هون صار المعطى للجي هو الفانكشن اف اوف اكس. فكل مرة المعطيات للفانكشنز كل ما عليت، كده دخل مثلا صار عندي والله بعدين h of x مثلا، اوكي، صار عندي مثلا m of h of x of عرفت كيف؟ يعني كل مرة بفوت فانكشن فوق فانكشن فوق فانكشن فوق فانكشن بيدخلوا على بعض، هذا بصير في عندي بيعلى الهاير اوردر فانكشن. فهون g of f of x، يعني جبنا الستة وبنعوض محل الستة اكس، لانه هاي جي اوف اكس معناها ستة اكس، بجيب محلها مين؟ التلاتة ضرب اكس. اوكي، بتساوي شو؟ 18 ضرب اكس. مش مهم شو الاكس اللي هون، بتبقى تعوضها انت بالرقم اللي بدك اياه. تمام، فهذا هو الهاير اوردر فانكشن. هلا الهاير اوردر فانكشن بنرمز له بطريقة تانية. فيك تقول جي جي راوند او صغير، يعني هون راوند اف. اوكي، خلينا اعطيك اوف اكس. اوكي، فبتساوي هذه القيمة. ماشي، سو جي راوند اف، راوند هون هي الدويرة، معناها كأنك شو جبت الاف دخلتها بالجي وعم بتاخد معها قيمة اسمها اكس، فعم تعمل نفس الحركة هاي. تمام، هلا نحن هلا طبعا بس بدنا نحكي بالسكشن بالقسم 6.1 من الكتاب بهذا الفيديو بالذات. اوكي، هلا كان لازم احكي عن هاي حتى لو انه هذا الموضوع بنحكى فيه في القسم السادس 6.2، لكن انا بدي ما دام اني ماشي على الكتاب فخلينا ماشيين. بس هذه كان لازم ينحكى فيها لانه مرتبطين ببعض كتير اللي موجودين في الكارينج. اوكي، والكارينج هو عباره عن اللي هو مكتوب في قسم 6.1 من الكتاب، انه بقول لك لو افترض عندي فانكشن اسمه multiply 3. اوكي، نكبر هيك بس عشان مين. اوكي، 3 numbers. اوكي، نجيب فانكشن شغلته يضرب 3 ارقام اكس واي وزد. شو بدي؟ طبعا تطلع معي اكس ضرب واي ضرب زد. اوكي، هلا طبيعي مثل هيك فانكشن لما بدي انا اعرفه كالاسهم هدول بيطلعوا فوق، يعني بقول له multiply 3 numbers. اوكي، هو عبارة عن شو؟ عن ازحت الكارثة المقصود، لانه بدي احط ال type classes. اوكي، عندي اول شيء عندي a بتعطي يعني شيء مدخل من نفس، يعني ثلاث مدخلات من نفس النوع، a هن a وبعدين a وبعدين a. تمام، طيب اخر شيء شو لازم يطلع؟ ضربهم هون لازم يطلع كمان من نفس النوع، فلازم يطلع a. طيب هلا عم بيدخل عندي شو هو طبيعته؟ عم بيطلع طبيعته انه هو نمبر. اوكي، ام تايب a، فاذا بنحط هيك. اوكي، كلهم هدول نفس تعاطوا بشو؟ يعني المدخلات اللي هون a كلها، اوكي، طبيعتها هي
النمبر 8. طيب هلا مرات انت بدك تعمل شيء بس انه كيف بدي اقول، انه بس الاكس ضارب بشو مكان، بس انت بعدين مأجل الضرب، يعني بمعنى انه الشغله مبنيه على اساس انه الهاسكل اصلا في تكوينها في ترتيبها بتاخدش غير فنك غير عنصر واحد، يعني ما بتاخد ثلاثه هيك. ما هي المشكله انه كيف هاسكل قادره انه تعمل الثلاثه ورا بعض، تمام؟ يعني احنا هون بس كنا عم نعمل الاف اوف اكس عم نعمل ثلاثه اكس، انا عملت هالمداخله صغيره عشان تكون هيك بارزه وقويه. اوكي، ف هلا شو الحل اللي عملوه الهاسكل؟ انه بس بخلوا عدد المدخلات او عدد المعطيات للفانكشن تصير قد ما بدها، اوكي، مش انه واقفه على واحد، لانه هو الهاسكل بالاساس زي ما اتفقنا انه هو بس الفانكشن عنده بياخذ معطى واحد. طيب اذا شو بصير عنده؟ بيعمل شيء انه مسميه كارينج. هلا اخترع اللغه اسمه هاسكل، هو اسمه هاسكل كاري، اوكي، عيلته اسمه كاري، اوكي، كاري يعني كاري اللي بنداكله، عرفت شو؟ طيب هلا اللي بصير عندي هون انه شو بيعمل هو؟ بروح جايب هون الاكس لحالها، اوكي، بحيث انه بيعمل شيء مثلا multiply، كمثال يعني by 3، اوكي، بساوي انه multiply 3 numbers بس شو؟ 3. هذا هيك بصير الكارينج، يعني انا بصير باخد بس الشقفة اللي هي تبعية اكس ضرب، اوكي، بس اكس ضرب، ضرب شو؟ لاحق نحكي، اوكي. فاذا لما بدي استعمل انا multiply by 3، اوكي، بيطلع عندي انه multiply by 3، اوكي، عبارة عن شي بياخد a، طبعا ياخد 3، اوكي، وبرجع لي فانكشن، اوكي، فانكشن هون a بيعطي a، اوكي، ماشي. هذه هي هون عملنا كاري، اوكي، لان اخذنا بس الشقفه من الفانكشن. هلا بنشوفها بطريقه ثانيه بتطلع بشكل احلى. طيب هلا مثلا multiply هلا بنعمل مثلا مش multiply by multiply مثلا by 9، اوكي، اللي هو بصير multiply by 3 ل 9، اوكي، فهيك بكون شو دخلنا مع هال y، اوكي. فكأني هون عم جيب شو ال multiply by 3 9، يعني بتاخذ بتحط هون كأنه شو جابت الثلاثة، اوكي، الثلاثة ضرب، ماشي، فبتعوض هون بتحط التسعة، بتحطها كأنه هون تقريبا التسعة هون بتنزل لحالها، كيف بتاخدها هي، ماشي، فبتروح هي شو معوضة ومعوضة ومعوضة هالمجرة، اوكي. والمالتبلاي مثلا باي 5 مثلا ضرب 5 تساوي multiply by 9، اوكي، للخمسة، ماشي. فهيك اول مرة بتصير شو احنا هون بدي استعملها multiply by 3، اوكي، تطلع multiply by 9، اوكي، يعني بستعمل انا اكتب بالهذا multiply by 3، اوكي، لا الناين، تطلع شو النتيجة لحد هلا؟ تطلع التسعة بتلاتة، اوكي، اللي هي تسعة ضرب تلاتة اللي هي بتساوي 27، ماشي. لازم تطلع تكتب لي هي 27. المهم
فعهالمنوال هي بتعملهم وبتصير هذا عند الكارينج. هلا كيف نستفيد من الكارينج؟ لو انا بدي اعمل شيء فانكشن بس شغلته يقسم لي على 10، اوكي؟ وهي جاي كمان قبل ما نحكي بهاي الاسم على 10، صاير كأنه عم اقول اوكي انه لو فرضنا عندي ثلاثة فانكشنز مثلا f of x، اوكي بيساوي x، اوكي و g of x، اوكي يعني g of f of x، اوكي بيساوي شو كان عم بقول، يعني هون اللي ضارب الواي، يعني كيف بدي اقول لكم اياها، بصير اكس ضرب واي، اوكي. ومرة تانية الزد، اوكي، يعني الفكرة ما فيها انه بصير يشيلهم هدول، هاي اللي بقول لكم اياها، وبصير كأنه بيطلع عنده اكس ضرب واي ضرب زد، اوكي، بصير كل مرة هون يعوض واي، اوكي، يعني تصير القوسين كأنه هون صار اسم فانكشن ممحي. عرفت شو هذا بدي اوصل له؟ انه هي بصير كأنه اسم الفانكشن بصير ممحي، وانت طبعا الاوس هذا اوكي الكبير اللي برا هو بياخذ القيمه اللي لازم يزيدها على الفانكشن اللي هون، اوكي، حتى يكمل الشغل. طيب هلا انا عم حاول قدر الامكان اشرحها، بس هي مش سهله، اوكي، مش سهل شرحها مطلقا، اوكي، لانه هو مبدا شوي هيك غريب نوعا ما وحكي كتير، اوكي. ولكن الطريقة الحلوة الواحد يستفيد منها، مثلا بدي اعمل شيء فانكشن مثل ما احنا عاملين بالمالتبلاي باي 3، بدي اعمل شيء مثلا فانكشن شغلته ديفايد باي 10، اوكي. كيف بعمله؟ بسميه بعمل هيك قوسين وبجيب الشرطة على 10، هيك صار عندي بجيب الاوبريتور نفسه، يعني الاشارة الاسم او الجمع او هذا تعمل لي هاي الحركة، اوكي. فبصير بقسم على 10، او مثلا بدي اياها شيء ضارب ال10، اوكي. فبس هذا الفانكشن اللي هو الضرب او الشرط او الشرطة تبعت الكسر انه عم بيقسم، هاي طبعا بدها قيمة، فلما بدي اجي استعملها لاحقا بصير اقول ديفايد باي 10 شو 20، اوكي، يعني 20 هي اللي دخلتها، ال 20 هي اللي دخلتها، اوكي. فبتصير شو 2 النتيجه، اوكي، هي بتعطيني نتيجه 2. طيب اذا هذا هو الكارينج. كمان في امثله ثانيه ممكن استعملها على اشياء اخرى، يعني فرجيكم كمان. مثلا هون عم بيحكي انه كيف انا بعمل كومبير، صار فانكشن كومبير، فيني اعمل فانكشن بس الكومبير اللي هو هيك، وبعدين بعمل انا شيء مثلا اي بسميه كومبير وذ 100، يعني اي شيء بقارنه مع الرقم 100، اوكي. فبتطلع معي هون يعني بيصير كل مره احط كومبير وذ 100 اكس بحط الكومبير معها اكس، اوكي. لا فيني الغيها، هاي مش ضروريه، هاي الاكستين هون، اوكي. فبطلع معه كومبير وذ 100 بتساوي 100. هلا هو لحاله بزيد عليها بعدين اي شيء بده اياه، تمام. يعني بيعمل لك كارينج فعلا، اوكي، وبتصير بس بزيد اوتوماتيكيا الرقم اللي بدك اياه مع الكومبير وذ 100 مش مع الكومبير 100، اوكي. لانه هون فينا نشيله لهذا الاكس، اوكي، بصير في كاريد فانكشن، يعني ناقص بده كمالي، اوكي، بده تكملي حتى لتنفذه، فهو بتكمله بمتغير واحد هون. طيب مثلا هاي ديفايد باي 10، اوكي، شايفين كيف؟ مثلا عندنا هون بدنا نعمل الفانكشن شغلته يقول لي اذا هذا الحرف اللي انا عم دخله هو فعلا حرف كبير باللاتيني، اوكي، حرف من الحروف اللاتينيه الكبيره. فهو شو عم بستعمل؟ بستعمل function lm اللي هو حاطه شو infix operator.
ما دام انفكس لازم يكون بالنص، اذا هو بيعبي بيعبي على جهه الجهه اللي ناقصيته. يعني انت كاتب الم وعلى اساس هي انفكس اوبريتور نحط باك تكس هذول الفصلتين اللي من فوق العاليات، اوكي؟ علامتين الاقتباس هذول العاليات اللي بالمعين. ف بحط قدامه انه الست للاحرف، مجموعه الاحرف اللي هي من A لزد، تمام؟ بس انا هون مع مين بدي اقارن هذا الكلام؟ فبصير كاني بجيب هاي كلها وناقصها هون شو؟ كمالي هون على يمين الاوس تبع العلم، اوكي؟ فهذا هو هون الكارينج بصير، اوكي؟ فهو بحط الكاركتر اللي بده يدخله بصير على يمينه او على شماله، مش مهم يعني، الفكره انه دخل قيمه واحده هو لحاله بيطلع لك النتيجه مع باقي الفانكشن اللي هون، تمام؟ هلا اهم شيء انتبهوا لما تعمل انت بين قوسين ناقص مثل هيك، اوكي، ناقص 4، هذا صار الرقم اللي هو سالب 4، اوكي؟ معش هون له دور الكارينج، اوكي؟ هلا هو فعلا اصلا انه جاب شو اسمه الرقم اللي بياخذ يعني بحاول يعني بيعتبرها كانه صفر ونقص منه 4، هيك عم يعمل، اوكي؟ الادخال هو صفر وبنقص منه 4 بيطلع معي ناقص 4، اوكي؟ بس هو بيناتنا احنا على السريع بنفهمها انه هاي بين قوسين ناقص 4 لانه الهاسكل لازم تحط الله اياها بهالطريقه. فهذا مسميه بالانجليزي البارشال ابلكيشن، يعني بيكون نص او جزئي، يعني تطبيق بيكون جزئي هون، اوكي؟ هو البارشال بمعنى جزئي، فهون بيكون التطبيق نفسه للفانكشن جزئي مش كله بنحط، تمام؟ هلا شايف بس بمجرد انك تعمل ملتبلاي 3 4 انك انت مش مكمله ما في يعطيك شو ل تي تي، اوكي؟ ما في شيء اسمه شو ل تي بتعطي تي، ما في شو ل فانكشن. لما بتستعمل انت الشو شو للطباعة شو بتطبع قاعد بفانكشن انت هون؟ هي تي بتعطي تي حتى كمدخل للشو، اوكي؟ كمعطى للشو، ما فيك تطبع فانكشن انت، اوكي؟ بتطبع شو قيمة واحدة مش تطبع فانكشن اصلا. عشان هيك الهاسكل والجي اس سي اي كمان بالتالي ما راح يجاوب معك وحيقول لك انه في عندك مشكله، اوكي؟ فهيك بنكون احنا انهينا القسم 6.1 من الكتاب. ارجو تكونوا استمتعتوا معنا فيه، يعني حاولت قدر الامكان اقدم لكم اياه. وكمان لا تنسوا تكبسوا على الدعايات وعلى اللايكس وعلى الكومنتس وزر المشاركة في القناة لكل تحديث، والسلام.